السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. في مشكلة إنه مرات الميتاسبلويت فريم ورك اللي هي خاصة بالاختراق واللي فيها الثغرات وفي اللي فيها قاعدة البيانات تبعت الثغرات كلياتها أحيانا ما بتشتغل، ف أو تعطيك الرسالة. طبعا أنا بديت بالحل بس حبيت أشارككم فيه، اللي هو فرضا حكيت له MSF كونسول، فبيعطيني هاي الرسالة. طبعا هو في عملية بحث، ما راح يلاقي. أنا عملت انستول للبندل، طبعا هاي أول خطوة بدك تعملها. طبعا هون راح يشتغل ظاهريا، لكن مش راح تعطيك الميتسبلويت أي فانكشناليتي أبدا، ولا راح تقدر تدخل على قاعدة البيانات نهائيا أو على الثغرات. بس افتح واحدة ثانية. انا طبعا بحكي لك انه عم يعني بشتغل وكل شيء، لكن انا حتى ابسط الاشياء، يعني حتى اباتشي 2 ولا بوست جي ار اس كيو ال مش شغالات، يعني اثنين في حالة ستوب. فانتو شايفين هنا انه هو بيحكي لي اصلا هي الاكتيفيتي ان اكتف ديد صف في اللون الابيض، ولو حكيت له سيرفيس اباتشي ستاتس فكمان نفس الشيء، بحكي لي انه ان اكتف ديد. طب نرجع للميتسبلويت. طبعا ميتسبلويت اشتغلت بقدرة قادر، لكن خلينا نعمل سيرش سيرش بسيط، اللي هو انتو بتعرفوا اشهر شيء النت اي بي اي. طبعا مش راح يعمل شيء. طب ليش؟ اول شيء هذول اثنين السيرفيسز المسؤولات مش شغالات. ثالث شيء الجيمز المسؤولة، احنا بنعرف انه ميتاسبلويت هي عبارة عن فريم ورك مبنية على روبي اون ريلز، والاشياء هاي تبعتها بالروبي، وهم كلهم جيمز. فاول شيء بدك تعمله انك بدك تعمل زي ما انت شايف هون، اللي هي عملية install gem install bundle، هاي نمبر 1. نمبر 2 بدك تيجي تحكي له cd، تدخل على user على share على metasploit، وبعد ما تدخل على metasploit vendor خلص انت على البندل بتصير. فلو اعطيته ls خلص. الان لو حكيت له bundle install هو بحكي لي المفروض انك ما تشغلها. طبعا هاي كل الامور تمام 100%. بضل في عندي شغلة ثانية، انتو شايفين هنا انه هو بحكي لي عن الداتابيس، يعني لحديت الان ما تغير شيء نهائيا. وحتى لو حتى لو اني عملت لها ريستارت ما راح يتغير شيء. السبب انه عندك اول شيء القاعدة مش شغالة، قاعدة البيانات مش شغالة. فلو حكيت له MSF database بس في عندي init و re-init، يعني اعملها initialization، انشئها re-initialization، delete it،
ستارت وستوب. فأنا كل اللي راح أعمله إنت بس. طبعا إذا كنت إذا كان عندك سيرفر تبع البوست جي ار اس كيو ال شغال فلازم تعمله عملية ريستارت، إذا ما كان شغال تعمله عملية ستارت مباشرة الأمور مباشرة، راح ينقل لك كل البيانات موجودة عنده على قاعدة بيانات الميتسبلويت. الآن انتقل للسكيماز، بالنسبة للسكيماز هي بتتعلق بالقواعد اللي مبنية عليها قاعدة البيانات، والآن شغلهم. بضل عندك تعمل سيرفيس، في عنا تو سيرفيسز اللي مبني اللي هم الاباتشي ستارت، وبدك تعمل عملية كمان starting للبوست جي ار اس كيو ال. فبدك تيجي هون بوست جي ار اس كيو ال start. انا انشأت قواعد البيانات، عملت initialization او بندل انستول للجيمز في قاعدة بيانات الفريم ورك او metasploite فريم ورك، بعدين عملت initialization لقاعدة البيانات، رحلت القوائم تبعت هذول الجيمز للبوست جي ار اس كيو ال، عملت له ستارت اس كيو ال اباتشي ستارت، بس المشكلة لا زالت موجودة. فبيبقى عندك تعمل exit وترد تشغل الميتسبلويت مرة ثانية. طبعا المشكلة بحكي لك انه الداتابيس not built yet، حتى لو عملت لها build ما راح تشتغل لانه اصلا ما في قاعدة بيانات شغالة. لكن الحل بسيط جدا، احنا شفنا مشينا بالخطوات خطوة خطوة، جيم انستول بندل، بعدين بندل انستول داخل داخل الدايركتوري تبع البندل، بعدين MSF database عملنا لها عملية إنشاء initialization، بعد ما عملنا عملية إنشاء عملنا للسيرفيس Apache 2 start post jQuery SQL start، كل أمورنا إن شاء الله تمام. الآن metasploite framework console بيشتغل. طبعا خلال لحظات راح يكون عندك الفريم ورك شغال، لكن بضل عندك الداتابيس. طيب حتى لو انت شغال احنا بنعرف انه هناك قوائم بس، طب شو بالنسبة لل يعني الان بدك ترحل كل البيانات المتعلقة بالثغرات متعلقة بالبرامج. فحاليا لو رجعت كمان عملت سيرش مرة ثانية ما راح. طيب نت API كمان نفس الشيء، فنرجع للخطوة اللي بعدها. لو حكيت له DB status connected، طب وين المشكلة؟ ليش بقول لي كاش not built yet؟ طبعا السبب، خلينا بس نلقي نظرة على الأوامر. في عندك export import and map status rebuild cache disconnect connect، فمعناته rebuild هو الخيار الصحيح. الآن بحكي لك إنه راح تم عملية البيلد بالعالي. بعد فترة بسيطة أنت راح طبعا تشوف النتيجة اللي هي انك تقدر تعمل بس ينتهي من العملية. طبعا
تاخذ شوية وقت. لو ألقيت نظرة على التوب تلاحظ انه هاي طبعا هون شايفين هاي روبي جيمس، هي ماخذ تقريبا 51 73 الى اخره من السي بي يو، يعني تقريبا ما يعادل 3/4. فبهاي الحالة بس اصبر عليه شوي، بعد ما ينتهي بتكون تقدر تعمل عملية بحث سيرش عن اي اي بي اي، وبتقدر تتواصل مع الميتسبلوت فريمورك والثغرات اللي انت بدك اياها. شكرا لاستماعكم، السلام عليكم.